سلام. اليوم رح نعملو مع بعضنا مقبلة. رح تستغربوا المقبلة هذه، بصح المقبلة هذه املاح ياسر. انا ذقتها في مطعم وعجبتني وحبيت نتقاسمها معاكم. المقبلة هذه تتقدم مع المشاوي. نبدأ ونشوف مع بعض طريقة الوصفة ومكونات اللي نحتاجوها الوصفة تاعنا ونقولوا بسم الله. هيا عندي هنا كمية من الماء، حطيت عليها شوية خل. أنا مستعمل هنايا خل تفاح، تقدروا تعملوا بأي خل، ولا تقدروا تعملوا حتى عصرات ليمون في الماء ولا عصرات قارص في الماء. هنا عندي زوز كعبات تفاح، نقشر التفاح تاعي بالطريقة هذه كما قاعدين تشوفوا. ونحطه في الماء ونعمله بالطريقة هذه بالقارص به ما يكحالش ويتغير لونه. كيما قاعدين تشوفوا نكمل نقي القارص بالطريقة هذه ولا نقشره كامل بالطريقة هذه. هنا في المرحلة هذه بعد ما كملت تنظيف تاع التفاح تاعي، نبدأ نقصه بالطريقة هذه مكعبات صغار. نزيد هنايا نص عصير نصف ليمونة ولا عصير نص كعبة عقاص، ونكمل نقص بالطريقة هذه إن شاء الله. تجربوا الوصفة تاع اليوم وتعجبكم. يعني ما تستغربوش من الطعم تاعها، تقدروا يعني تتقبلوا الطعم عادي، يعني بما انه يعني ماهيش اللي تجي بين طعم التفاح. كوما تقول نقولكش انه تفاح مش راح تستطعمي طعم التفاح. سلطه تاع اليوم لحى ياسر، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. تقدروا تعملوا حتى نصف الكميه، المهم تجربوا حاجه جديده. خلط المكونات مليح مع بعضهم كيما قاعدين نشوفوا، ليمون كامل، ونحط هنايا كيما نقولوا حنايا زبادي ولا ياغورت طبيعي. نزيد هنايا زوز مغارف كبار تاع مايونيز. المايونيز انا عملتها في الدار. اذا حبيتوا الوصفه نعملوها مع بعضنا ان شاء الله اذا حبيتوا. ونزيد المغرف الثانية تاع الزبادي ولا الياغورت الطبيعي. هنا في الوصفة هذه استعملت 3 مغارف كبار تاع مايونيز وزوز مغارف كبار تاع زبادي ولا ياغورت طبيعي. المغرف الأخيرة، أنا المغرف تاع المايونيز نزيدها في الأخير، منزيدهاش درك. نزيد هنايا مغرف صغيره تاع خل تاع، انا استعملت كيما قلت لكم خل التفاح. نزيد رشه تاع ملح ونحط الخليط تاعي كامل بالطريقه هذه. نخلط المكونات مليح كيما قاعدين تشوفوا بالطريقه هذه. نزيد مغرف الاخر تاع مايونيز. كيما قلت لكم استعملت 3 مغارف كبار تاع مايونيز وزوز مغارف تاع زبادي ولا ياغورت طبيعي. هنا نخليها ترتاح على الاقل نص ساعه قبل التقديم به نقدمها في الصحن التقديم. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها، وما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك في القناة. ونقول لكم سلام الى وصفات اخرى ان شاء الله.